الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في الحديث الثالث من باب أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام نور الله عز وجل. في هذا الحديث الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يبين وجه الشبه بين أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وبين المسلمين الذين امنوا ايمانا حقيقيا. فيستدل عليه الصلاه والسلام بآيتين. ايه في اهل الكتاب حيث يقول الله عز وجل اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا. وايه في المسلمين الذين امنوا ايمانا حقيقيا حيث يقول فيهم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. اما الايه التي نزلت في اهل الكتاب الذين امنوا برسول الله محمد صلى الله عليه واله فهي في سوره القصص حيث قال سبحانه وتعالى: الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا إلى آخر الآية المباركة وأما بيان هذه الآية فإن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل التوراة والإنجيل على موسى وعلى عيسى عليهما وعلى رسول الله واله الصلاه والسلام كما بين لهم الشريعه وغير ذلك بشرهم برسول الله محمد صلى الله عليه واله الايه الشريفه تقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. طبعا بعد التحريف حذفوا اسم رسول الله صلى الله عليه واله كتموا الآيات التي كانت تدل عليه فزادوا ونقصوا، وهذا الكتاب المسمى بالتوراة وهذا الكتاب المسمى بالإنجيل وما محرفان فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هؤلاء مذكور في كتبهم اسم الرسول صلى الله عليه واله وكانوا يعلمون بذلك، فلما بعث الرسول صلى الله عليه واله آمن به بعضهم كعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فاسلم، وحسب ما في بعض التفاسير وردت في مدحه ايات. وقسم من النصارى ايضا اسلموا كالنجاشي حاكم الحبشه، وكاهل نجران او بعض اهل نجران الذين كانوا نصارى ثم بعد قضيه المباهله بعضهم اسلموا ولو بفتره. لكن الاعم الاغلب من اهل الكتاب خاصه من اليهود لم يسلموا حسدا بغيا وقسم منهم من عوام الناس كانوا احبارهم كتموا الحقائق لهم وحرفوا مثلا في بعض الاحاديث ورد في تفسير بعض الايات القرانيه انه هؤلاء الاحبار كانوا قد قرأوا الايات الداله على بعثة الرسول صلى الله عليه واله على عوامهم، الايات التي كانت في التوراة، فلما بعث رسول الله محمد صلى الله عليه واله، هؤلاء الاحبار حسدا قرروا عدم اتباع الرسول وبعضهم لمصلحة كانت لهم أكلة أو أكلة يعني مصلحة اقتصادية من عوامهم فما أرادوا أن يفقدوا هذه المصلحة زين هم سابقا قد قالوا للعوام من الناس من أتباعهم بأن الرسول سيبعث فحرفوا في الكتاب قالوا أنه في الكتاب مكتوب أن هذا الرجل أشكر ومحمد ليس بأشقر أنه كذا أوصاف هذه الأوصاف لا تنطبق على محمد وأنه سيظهر في العام كذا يعني بعد 500 سنة من هذا الوقت فتلك الأوصاف لا تنطبق على هذا الرجل كتموا وحرفوا وزادوا ونقصوا لكي يحافظوا على رئاستهم على أولئك الناس وما كانوا يعلمون بان هذه الطريقه خسرتهم الدنيا والاخره على كل حال القليل منهم الذين امنوا هؤلاء هذه الايه تمدحهم تقول الذين اتيناهم الكتاب من قبله يعني من قبل القران هم به يؤمنون يؤمنون بالقران يعني التوراة كانت نازلة عليهم وكانوا يؤمنون بالتوراة الصحيحة الحقيقية ولأنهم وجدوا اسم وأوصاف الرسول في التوراة حينما بعث الرسول آمنوا به وآمنوا بالقرآن هم به يعني بهذا القرآن يؤمنون ليسوا بمعاندين وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، لأن القرآن معجز، والإنسان إذا أزال الرين عن قلبه، وأزال الغشاوة عن سمعه وبصره، يهتدي بنور القرآن، ما يحتاج إلى دليل آخر، مثل الضوء، أنت في ليلة ظلماء، إذا رأيت مصباحًا ما يحتاج دليل على ان هذا مصباح، انت تراه هو يدل على ذاته، الله سبحانه وتعالى يدل على ذاته. القرآن يدل على انه حجة، تقرأ تشوفه هو الحق. مضافاً إلى ذلك أنه هو الحق وهو يدل على ذاته ويهدي إلى نفسه. كذلك في الكتب السابقة كان مكتوبا اسم الرسول صلى الله عليه وآله ومكتوب وصفة ومكتوب حول القرآن فإضافة إلى الدلالة الذاتية هناك دلالة في الكتب السابقة وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين، يعني قبل ان ينزل القران على رسوله محمد على رسول الله محمد صلى الله عليه واله نحن كنا مصدقين لاننا كنا نصدق بالتوراه والانجيل غير المحرفتين وكنا نؤمن برسول الله محمد قبل ان يبعثه الله سبحانه وتعالى. زين هؤلاء الناس ما هو مصيرهم؟ الآية الشريفة تقول أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا لماذا يؤتون مرتين مرة لإيمانهم بكتابهم السابق ومرة أخرى لإيمانهم بالقرآن زين قبل أن يبعث الرسول محمد صلى الله عليه وآله هؤلاء كانوا مؤمنين بالشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من غير تحريف، هذه الشريعة ما دام هي غير منسوخة يجب على الإنسان أن يتبعها. فلما فلذلك يؤتون أجرهم على ذلك. وكان عملهم واستقامتهم صعباً لأنه اليهود والنصارى صارت فرق وأصابها التحريف. واللي مستقيم باقي على التوراه الاصليه غير المحرفه وعلى الانجيل الاصلي غير المحرف، هذا كان في صعوبه، كانوا اقليه من الناس. مو كل النصارى قبل الرسول كانوا منحرفين، نعم الاكثر كانوا منحرفين، كانوا يعتقدون بالتثليث او يعتقدون بان عيسى هو الله، والعياذ بالله من هذه الكلمه. لكن هناك كان قليل منهم هؤلاء يحتفظون بالانجيل غير المحرف، ويؤمنون به كما أراد الله سبحانه وتعالى ما دام الشريعة غير منسوخة لازم تعمل بها وهؤلاء كانوا في صعوبة لأنه التيار العام من النصارى ضدهم كان وكذلك بالنسبة لليهود الذي كان يؤمن بالتوراة الصحيحة ويلتزم بالشريعة الصحيحة بدون تحريف بدون تبديل هذا كان يواجه بضغوط من الحكام الظلمة حتى من المنحرفين او من الذين حرفوا الى حد القتل احيانا من الذي قتل يحيى على نبينا واله عليه الصلاه والسلام حاكم من حكامهم لاجل انه يحيى بين حكم الحق قال هذه المراه محرمه عليك بنت زوجتك لكن الحاكم تمادى في غيه فسكر وقتل يحيى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام وتزوج تلك المراه المحرمه عليه. وهكذا فلما تقتلون انبياء الله من قبل؟ فهؤلاء كانوا في صعوبه في صبر فيؤتيهم الله سبحانه وتعالى اجرهم مره على ثباتهم قبل الاسلام. الاجر الثاني على اسلامهم وثباتهم على الاسلام اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا زين الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول لقد اتى الله اهل الكتاب خيرا كثيرا الراوي يسال وما ذاك قال قوله تعالى اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا. ثم الامام عليه الصلاه والسلام قال: قد اتاكم الله كما اتاهم. انتم ايضا اذا سرتم على الطريق الصحيحه، الله سبحانه وتعالى يؤتيكم اجر مرتين. وتلا هذه الايه. يا ايها الذين امنوا. هذه الايه في سوره الحديد. اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ذكرنا فيما مضى ان هذه العباره يا ايها الذين امنوا يراد بها جميع من نطق بالشهادتين وصار مسلما حتى اذا كان منافقا في باطنه أو حتى إذا لم يكن مؤمنا بل كان مسلما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لذا في آية من القرآن الله سبحانه وتعالى يقول هي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا يعني بألسنتهم. آمنوا بالله وبرسوله ورسوله يعني آمنوا بقلوبكم لا تنافقوا لا تشكوا في قبال يا أيها الذين آمنوا تعبير يا أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى في قبالهما المشركون الذين أشركوا يراد به عبدة الأصنام ولو اليهود فرق منهم مشركون وقالت اليهود عزير ابن الله هذه فرقه من اليهود مشركه ولو ان النصارى مشركون وقالت النصارى المسيح ابن الله سبحانه وتعالى عما يقولون هؤلاء ايضا مشركون لكن لفظه المشركين في القران يراد بها خصوص عبدة الاصنام نعم سبحانه وتعالى عما يشركون اليهود النصارى كذا كلمة الشرك أطلقت عليهم في القرآن الكريم لكن لفظ هاي الكليشة إذا جاز التعبير المشركون المشركين يراد بها عبدة الأصنام يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم يعني اتقوا الله في أعمالكم اتقوا الله يعني احفظوا انفسكم من عذابه، من غضبه، لأن التقوى هذه من الوقاية، الوقاية بمعنى الحفظ. اتقِ الله يعني احفظ نفسك من عذابه، من عقابه. كيف يحفظ الإنسان نفسه من عقاب بالله ومن عذابه؟ بالطاعة، يعني الله أمره بشيء. يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى نهاه عن شيء ينزجر اتقوا الله يعني في أعمالكم وآمنوا برسوله زين هو أول شيء الآية قالت يا أيها الذين آمنوا زين هو آمن كيف الآية تقول وآمنوا برسوله لما ذكرناه يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم وآمنوا برسوله يعني إيمانا حقيقيا هذا الإيمان ينفذ في قلوبكم. الإنسان قد يُظهِر الشهادتين وقلبه منكر لها، هذا منافق لأنه لم يعقد قلبه، لم يعتقد. اكو واحد يُظهِر الشهادتين وقلبه شاك، هذا ليس بمنافق. ولكنه ليس بمؤمن هذا مسلم يعني لأنه أظهر الشهادتين لذلك في الظاهر تجري عليه أحكام الإسلام لازم هذا الكلام ينفذ في قلبه يصدق بذلك يذعن يتيقن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته كفلين تثنية تثنية كفل الكفل يعني النصيب الذي فيه الكفاية كأنه تكفل بأمره زين لماذا الله سبحانه وتعالى يعطيهم كفلين نصيبين بالنسبة لأهل الكتاب الآية قالت يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا بالنسبه الى المسلمين يؤتكم كفلين من رحمته نصيبين فيهما الكفايه وتكفل امر هذا الانسان يكفيانه كل واحد منهما يكفيه لكن الله سبحانه وتعالى بفضله اعطاه مرتين لماذا كفل لاجل ايمانه بالله والنصيب الاخر لاجل ايمانه بالرسول. او الكفل الاول بسبب ايمانه بالرسل السابقه الانبياء السابقين. والكفل الثاني بسبب ايمانه برسول الله محمد صلى الله عليه واله، لان المسلم لا يفرق بين احد من رسله. اذا واحد انكر احد الانبياء السابقين الثابته نبوتهم فهذا كافر. يعني إذا واحد يجي يقول أنا مسلم يتشهد أشهادتين يؤمن بالله وبالرسول وبالمعاد ويأتي ويأتي بالطاعات لكن يقول إن عيسى ليس بنبي والعياذ بالله هذا الإنسان كافر لأن النبوة من أصول الدين ليس الاعتقاد بنبوة محمد فحسب صلى الله عليه وآله فهذا ضروري ولازم كذلك الاعتقاد بالأنبياء السابقين الذين نعرفهم نعتقد بهم تفصيلا والذين لا نعرفهم نعتقد بهم إجمالا يعني إحنا حسب بعض الأحاديث عندنا 124 ألف نبي من هؤلاء الأنبياء ثمانية آلاف رسول أربعة آلاف منهم في بني إسرائيل وأربعة آلاف في سائر الناس لكن الأنبياء 124 ألف طبعا في بعض الروايات 360 ألف نحن لا نعلم بأسماء أكثر هؤلاء الأنبياء ولكننا نؤمن بهم إيمانا إجماليا يعني أي نبي أرسل من قبل الله سبحانه وتعالى أنا أقبله لا أفرق بينه وبين سائر الأنبياء كلهم من قبل الله سبحانه وتعالى بعض الأنبياء نعرفهم بتفاصيلهم مثل عيسى ابن مريم، مثل موسى بن عمران عليهم الصلاه والسلام، وبعض الانبياء الاخرين الذين ذكروا في القران الكريم. وبالنسبه الى الرسول محمد صلى الله عليه واله لازم تؤمن به ايمانا تفصيليا. ما يصير تقول اني ما ادري النبي اللي لازم اتبعه، من هو؟ لكن اي واحد يكون اني تابع له، اني اقبله، هذا لا يكفي. لازم تؤمن به تفصيلا. أن محمدا صلى الله عليه وآله هو النبي الذي أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن ونسخ بشريعته سائر الشرائع لازم تفصيلا يؤمن به ويعتقد به الاعتقاد الإجمالي لا يكفي ولا يخرجه عن الكفر إلى الإيمان الله سبحانه وتعالى يؤتي هذا الإنسان المسلم الذي آمن بالله وبرسوله واتقى الله سبحانه وتعالى، يعني اطاعه في كل شيء، يعني الرسول اذا قال لك علي بن ابي طالب هو الخليفه من بعدي لازم تطيعه. اذا قال لك بانه تصلي لازم تصلي، اذا قال لك انك تصوم لازم تصوم. تطيعه. اذا اطعته الله سبحانه وتعالى يؤتك كفلين من رحمته. زين هذا النصيب الذي يتكفل الانسان هذا النصيب عظيم جدا. وكما ذكرنا في باب التوحيد الانسان بعمله بالذات لا يستحق ثوابا على الله سبحانه وتعالى. لان الله خلق هذا الانسان من غير استحقاق. احنا ما كان ما كنا نطلب الله سبحانه ونطلب الله سبحانه وتعالى لكي يخلقنا. اداء لحق مثلا يخلق، لا الله تفضل فخلقنا. ثم غمرنا بالنعمه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. زين غمرنا بالنعمه. هذه النعم التي لا تحصى ايضا فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم امرنا الله ببعض الواجبات، نهانا عن بعض الامور المحرمه لمصلحتنا. لان الله لا يحتاج الينا ولا الى طاعتنا. لكن امرنا لمصلحتنا، زين احنا اطعنا الله، عبدنا الله، اذا كل عمرنا عبدنا الله وقضينا وافنينا عمرنا بطاعه الله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون مكافاه وجزاء لنعمه واحده من نعم الله. فلا نستحق بعبادتنا بالذات ثوابا الا ان الله سبحانه وتعالى من فضله وعدنا بالثواب. قال إن أطعتم أثيبكم. وهذا فضل آخر من الله سبحانه وتعالى علينا. لذا أهل الجنة دخولهم إلى الجنة ليس عن استحقاق بالذات، وإنما لأن الله وعدهم بذلك. صار حق على الله لأن الله وعدهم. لفضله ولرحمته. زين الله سبحانه وتعالى. يثيب أهل الجنة بأحسن الثواب مضاعفة أقل تقدير العمل الصالح المقبول عشر أضعاف من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ثم بعد ذلك سبعمائة مرة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة ثم بعد ذلك والله يضاعف لمن يشاء في بعض الأحاديث أنه إذا وصلت الإمام بدرهم يعني أعطيت هدية درهم والإمام لا يحتاج لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام عادة كانت لهم ثروة بسبب أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان بعيد المدى لذلك في الفترة التي أقصى عن السلطة زرع وجعل جعلها موقوفة على ذريته فهذه الموقوفات كانت تدر أموالا طائلة وهي التي كانت من كد يمين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام مثلا في ينبع الآن ميناء حوالي 90 كيلومتر تبعد عن المدينة المنورة في الفترة التي امير المؤمنين كان مقصا عن السلطة كان احيانا يذهب هناك ويشق العيون ويغرس الزروع والاشجار والنخيل فصار بستانا عظيما يدر الكثير من المال بحيث ان معاوية بن ابي سفيان اراد ان يشتري هذا المكان هذا البستان العظيم بمئة ألف دينار من الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام والإمام الحسن ما باع له فهذه الأوقاف التي خلفها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إضافة إلى الأوقاف اللي وقفها إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين كذا ذاك بحث آخر هذه كانت تدر أموال طائلة تصل بيد الأئمة عليهم الصلاة والسلام فكانوا يعيشون بها ويعيشون من يرتبط بهم فلم يكونوا محتاجين إلى صلة الناس ولا إلى خمسهم الناس كان تكليفهم الواجب أن يدفعوا الخمس فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة وكذلك مستحب أن تدفع هدية تدفع هدية لأبوك الأمك الأقرباءك لأرحامك، لأصدقائك زين، بالنسبة إلى صلة الإمام في بعض الأحاديث في كتاب الكافي بمليون ألف ألف، في بعض الروايات بألفي ألف يعني مليونين، في بعض الروايات مثل جبل أحد يعني مليارات المرات يصير لأن الله كريم ولا ينقصه شيء وإذا هذا الكرم كان مطابقا للحكمة فالله سبحانه وتعالى لا تنقص خزائنه. زين فهذا الثواب العظيم الذي يعطى الله يضاعفه. وعدك بكذا مقدار يضاعفه لك. كفلين، آمنت بالله هذا كفل، آمنت بالرسول هذا نصيب ثاني. زين. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به طبعا هذا في تفسير الايه اما في تاويل الايه كفلين من رحمته يعني الحسن والحسين عليهم الصلاه والسلام كما سياتي في ابواب لاحقه احنا الان نبين الايه حسب ظاهرها ويجعل لكم نورا تمشون به انت امنت بالله امنت بالرسول الله سبحانه وتعالى يتمم لك نوره. إيمانك بالله نور. إيمانك بالرسول نور. لكن يتمم هذا النور. كيف يتمم هذا النور؟ بإمام تأتم به. ويجعل لكم نورا تمشون به يعني في الظلمات. الإمام الباقر ماذا يقول؟ يعني إماما تأتمون به. هذا الإمام يدليك إلى طرق الهداية. طريق الرشد لا طريق الغي، احنا مثلنا مثل انسان اعمى وهو في طريق وعر جبلي طريق ضيق اذا انحرف يمينا او شمالا يهوي في الوادي واكو دليل بصير يعرف الطريق هذا الدليل البصير ماخذ ما ايد هذا الاعمى ويودي هذا الاعمى اذا اتبع هذا البصير ما تمرد عليه راح هذا الطريق الوعر يسلكه بسلام ويصل الى المقصد لكن اذا تمرد على هذا الدليل خذل هذا الدليل خالفه يمشي خطوات واذا به يهوي الى الوادي فتتكسر عظامه ويموت. الانسان بدون هدايه من الله سبحانه وتعالى يظل، واذا ظل لقد اهوى بنفسه في نار جهنم ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني اماما تأتمون به، يعني اكمل الله سبحانه وتعالى فضله عليكم. ما خلاكم بدون دليل. وانما جعل الدليل لكم، هسه اذا واحد ما اتبعه فهو المقصر، ولله الحجة البالغة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإيمان بالله وبالرسول وبالأئمة واتباعهم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.